بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يا رب ربنا يا رب ينصر اخواتنا في فلسطين ويقويهم بإذن الله، ويا ريت الدعاء لهم، وأي حد اتفرج على الفيديوهات دي هيكون مطالب انه يتبرع لهم بإذن الله باللي يقدر عليه. طيب شابتر 3 اتكلم عنه دلوقتي، هو بيكلمني عن حاجة اسمها المنبليتور كايناماتكس. طيب المنبليتور دي احنا خدناها في شابتر 1، بتعبر لي ساعات كتير عن مثلا الارم زائد الاند افكتور. كنا درسنا الكلام ده في شابتر واحد لما كنا بنعمل كده، دي البيز والجزء دوت هو الجسم بتاع الروبوتكس، واخر لينك خالص كنا بنسميه الارم، وبيتعلق فيه حاجه اسمها الريست، والريست دي بيتعلق فيها الايه الاند افكتور، اللي هو ساعات بيبقى جربر او طول، او حتى كانوا هم عايزين يخلوا الاند افكتور زي ايد البني ادمين، بس الكلام ده فيه ابحاث كتير لان صعب تعمل حاجه بنفس تعقيد، او يكاد يكون مستحيل يعني تعمل حاجه بنفس تعقيد الايد اللي خلقها ربنا. طيب ده المين بلتر، فاحنا عايزين ندرس الكايناماتكس بتاعت المين بلتر. هو القصد هنا ان احنا ندرس الكايناماتكس بتاعت الاند افكتور، كلمه مين بلتر هنا مقصود بيها الاند افكتور، تمام؟ طيب ففي البدايه بيقول لي يعني ايه كايناماتكس؟ يعني ايه علم الكايناماتكس اصلا؟ قال لك علم الكايناماتكس ده هو العلم بتاع الحركه، ان انت تكون عندك ازاحه، الازاحه دي لو فضلتها هتديك سرعه، ولو فضلت الازاحه مرتين مش مره هتديك ايه؟ عجله. ولو فضلتها 3 مرات هتديك دالة معينة ايا كان اسمها، ولو 4 مرات فده علم الكايناماتكس، ان هو بيدرس الموشن بتاعة الجسم من غير الدخول لتفاصيل بتاعة القوة. يبقى احنا بندرس الموشن ما بندرسش الايه؟ القوة. طيب زي مثلا انت تدرس البوزيشن او الفيلوسيتي او الاكسليشن او اي هاي ديريفيتيف للبوزيشن، او اي مشتقة عليا من مشتقات الديريفيتيف، من مشتقات البوزيشن اسف، اللي هو الازاحة. طيب فبعد كده بيقول لي احنا اللي هندرسه بالظبط الاول الفورورد كايناماتكس. ايه هو الفورورد كايناماتكس؟ فقال لك الفورورد كايناماتكس ده هو العلم اللي بيحدد لي موضع الاند افكتور، اللوكيشن بتاع الاند افكتور بالنسبه لموضع الريفرنس كوردينيت، اللي هو بالنسبه للبيز اللي عندي، ريفرنس كوردينيت فريم اللي هو البيز، القاعده الاساسيه. يبقى انا عايز احدد دلوقتي مكان الاند افكتور فين بالنسبه للفريم. ليه؟ بنفس الكلام اللي قلناه في شابتر واحد، انت لما يكون عندك حاجه مثلا على تيبل معينه بالشكل ده، خلاص، فانا عايز اخلي الجربر ده يجي هنا، انا ما اقدرش اخلي اقول للجربر روح هنا وخلاص، مفيش حاجه اسمها كده. انت اول حاجه تعرف له مكانه بالنسبه للبيز، وبعد كده تعرف له بعده او مكان الحته دي، تعرف لي مكان النقطه دي بالنسبه للبيز، ساعتها كده تقدر تقول لي ان انا اقدر اجيب اقول للروبوت ده اتحرك حركه مقدارها قد كذا، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك ده اللي احنا عايزين نوصل له يعني. فبيقول لي تكون عارف ان احنا هنتكلم، سواء كنا بنتكلم عن الريفوليوت جوينت اللي هي الجوينت اللي بيكون فيها دوران، او البارامستيك جوينت اللي هو اللينير جوينت، سواء كانت بتحرك حركه دورانيه او حركه خطيه. طيب احنا في الاخر عايزين نوصل لتي ان بالنسبه لزيرو، اللي هي الترانسفورميشن ماتريكس بتاعت الاند افكتور بالنسبه للفريم زيرو اللي هو الفريم الاساسي. طيب قال لك مين اللي اخترع ابسط، او مين اللي اخترع الطرق، واحد من اللي اخترع طرق ان انت توصف الاند افكتور بالنسبه للفريم زيرو، عالمين، واحد اسمه دينتيف والتاني اسمه هارتنبرج. فالطريقه بتاعتهم اسمها دي اتش، دينتيف هارتنبرج، خلاص. طيب العالمين دول قال لك انا هديك 4 معلومات، ال4 معلومات دول هيوصفوا لك حركة اي جوينت بالنسبة للجوينت اللي قبليها. يبقى انا مش هقدر اوصف لك برضو الاند افكتور، بس انا اقدر اوصف لك حركة اي جوينت وموضعها ومكانها بالنسبة للجوينت اللي قبليها، خلاص. جميل، قال لك هتعمل ايه بس دول هيساعدونا، ال4 معلومات اللي هيقولهم دول هيساعدونا في ان احنا نوصف حركة الاند افكتور في الاخر بالنسبه لمين؟ للفريم زيرو او البيس فريم. طيب قال لك ايه دينتف وورتن هنتربرج دول؟ قال لك لو انا عندي جوينت زي اللي موجوده هنا دي، يعني ايه جوينت تاني عشان بس ناكد على الحته دي عشان هتفيدنا في الحل. الجوينت هي اي حاجه بتوصل بين لينكين، جميل جميل. واحد يقول لي ايه اللي يعرفني ان دي جوينت؟ هتلاقي في حاجه تانية زي دي كده متوصله بيها بفريم بلينك كده. يبقى انا لما يكون عندي لينكين واللينكين دول بينهم واصله، تبقى الوصله دي اسمها ايه؟ جوينت، تمام؟ تمام. فقال لك بفرض ان دي جوينت رقم 1 اللي عندك، ودي جوينت رقم 2، جميل؟ تمام. قال لك حلو،
اول حاجه تعملها دينت في وينتربرج، قال لك عشان نوصف لك الحاجه اللي انت عايز توصل لها دي، اول حاجه تعملها او الاربع معلومات اللي هم هيوصفوا لك الجوينت دي بالنسبه للجوينت دي او الجوينت واحد بالنسبه للجوينت اتنين، اول حاجه تعملها انك تحط لي محور زد في اتجاه الاكس بتاع الجوينت. يعني اتجاه الجوينت هتلاقي دايما احنا بندرس الجوينت تكون سلندريكال، ده في الغالب عندنا ما فيش الا حاله واحده بس اللي هندرس فيها لما تكون بتحمل معلومتين. فالجوينت السلندريكال من الاخر، خلينا في الحته دي في الاول، يعني هتروح عامل محور زد في اتجاه الجوينت. طب للداخل ولا للخارج؟ قال لك في العادي بتحدد الموضوع ده على اساس مين؟ اتجاه دوران اللينك. بنحدد الزد الاعلى ولا الاسفل على اساس اتجاه دوران اللينك. طب بجيب الحوار ده منين؟ قال لك بقاعده اليد اليمنى. طيب تعالى بس بسرعه كده نحاول نجيب قاعده اليد اليمنى، هنشرحها ازاي. طيب تعالى هنا بس الشكل ده، ثواني. تمام، قاعده اليد اليمنى بتقول لي لو انا عندي الخط في الاتجاه ده كده، حلو، الكاميرا واضحة عندك، الخط في الاتجاه ده، تمام، والدوران عامل كده، تمام. تمام فأنا دلوقتي عشان أحدد محور إكس بتقول لك امسك إيدك اليمين، أول حاجة تحدد إن قد اليد اليمنى هي إيدك اليمين، طيب، وتلف الأربع صابع دول، الأربع صابع دول تلفهم مع اتجاه الدوران كده، خلاص، تلفهم مع اتجاه الدوران، هتلاقي ساعتها الابهام بتاعك بيتجه في الناحيه مين اللي فيها محور زد، يبقى محور زد هيكون هنا الاعلى، خلاص، جميل. يبقى انا تاني قاعده اليد اليمنى بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا همسك الاربع صوابع بتوعي الفهم في اتجاه الدوران، ساعتها محور زد او الابهام بتاعي لما ارفعه هيكون بيشاور ناحيه اتجاه محور زد. طيب لو كان اتجاه الدوران في الاتجاه ده كده، هتمسك برضو ايدي اليمين والاقي، ثواني عشان بس الصوره توضح، والاقي ان اتجاه الدوران بتاعي للداخل، ساعتها الصابع هيكون بيشاور لاسفل، فهيكون اتجاه الزد الاسفل. لو انت طبعا الصوره مش واضحه معاك، فببساطه تعمل ايه؟ تجرب تعمل انت الحوار دوت في البيت كده، تشوف اتجاه الدوران. طيب تعالى هنا، عرفنا اتجاه الدوران وعرفنا خلاص ان اتجاه محور زد هيكون في الاتجاه ده كده. طبعا واحد يقول لي هو هل هو فرض اتجاه الدوران كده؟ اقول له لا، ده مجازا، بس انا بشرح لك عشان برضو الحاجات دي تساعدنا في حل المسائل، خلاص، جميل. فحددنا محور زد هنا بنفس الطريقه، هو حدد محور زد هنا، فرض ان اتجاه الدوران عنده كده، فانت جرب بقى كده دور ايدك اليمين، هتلاقي اتجاه محور زد طلع اليمين لاعلى، خلاص، جميل. بعد كده يحصل ايه؟ بعد كده يبدا يقول لك ان انا محور زد ده، تمام، بيبعد عن محور زد ده باربع معاملات، او التغيير اللي حصل بين الاتنين جوينت دول اربع حاجات، حاجه اسمها الاي اي ماينس 1، وحاجه اسمها الالفا اي ماينس 1، وحاجه اسمها الدي اي والسيتا اي. دول الاربع معاملات اللي عندي. طيب دول معناهم ايه؟ تعال نحاول نفهمهم الاول لوجيك، خلاص. طيب باي لوجيك او باللي موجود، ان والله اللي انا شايفه ان انا عندي محور زد اهو، ده اول حاجه هو حددها قبل الرسمه كلها، كان حدد محور زد ده ومحور زد ده. لما اقول لك تعال نشوف اللي حصل في محور زد ده، هتقول لي محور زد ده اتحرك مسافة في اتجاه محور اكس اللي هو موجود هنا بالشكل ده، صح؟ يبقى انا عندي محور زد اتنقل مسافة في اتجاه محور اكس، تمام، والبوينت بتاعته، نقطة البداية بتاعته بدأت من على بعد في اتجاه محور زد، تمام، في اتجاه محور زد ده التاني. يبقى انا اتنقلت مسافتين، مسافة اكس، وكانت اكس بتاعت مين؟ بتاعة الفريم الأول، بتاعة الجوينت الأولى، يبقى إكس اتحركت مسافة مقدار إكس للجوينت الأولى، واتنقلت مسافة مقدار زد للجوينت التانية عشان أوصل للجوينت التانية، حلو؟ جميل. وحصل لي دوران، حصل دوران عندي، تمام، في اتجاه محور إكس برضو بزاوية بتاع الجوينت الأولى، وحصل لي دوران في اتجاه محور زد للجوينت التانية بتاع الجوينت التانية. يبقى أنا عندي حاجتين، انتقال على اكس للجوينت الاولى، دوران على الاكس للجوينت الاولى، انتقال على الزد للجوينت الثانيه، ودوران على الزد للجوينت الثانيه بتاعت مين؟ السيتا اي. طيب تعال نفهمهم واحده واحده. قال لك بعد ما تعمل الكلام دوت، تعال نكمل بقى الشرح. بعد ما تعمل الكلام ده، عملنا الزد هنا، عرفنا مكانها وهنعملها ازاي،
وعرفنا الزد اللي هنا اللي هتكون في اتجاه الجوينت، وعرفنا هنعملها ازاي على حسب اتجاه الدوران. جميل. بعد كده بنعمل ايه؟ بتقول مدي الزد دي يمين وشمال ودي يمين وشمال، خلاص جميل. وتعمل حاجه اسمها كومن بيربنديكولار. يعني ايه كومن بيربنديكولار؟ متجه عمودي عام. متجه العمودي العام ده اللي مخصصه ان لما يكون اللينكين دول مش هيتقاطعوا نهائي، تمام، فبالتالي هيكون دايما في المستويين المختلفين متجه عمودي عام. المتجه ده هيكون عمودي من الناحيه دي وعمودي من الناحيه دي، طبعا في بلانز مختلفه بس في الاخر هو عمودي، ايا كان البلان هو عمودي. والمتجه ده هيخبط الجوينت الاولى، دي الجوينت كانت رقم واحد ودي الجوينت رقم اتنين، هيخبط الجوينت رقم واحد في نقطه، مش ده المتجه العمودي العام، خبط دي في نقطه. النقطة دي بنقول إن ديت نقطة الأوريجن بتاعة الفريم، نقطة الأوريجن بتاعة الفريم بتاع الجوينت الأولى. حلو. لما تيجي تمد النقطة على استقامتها في اتجاه المتجه العمودي من الجوينت الأولى للجوينت التانية، همد النقطة دي كده، هيديني إن ده مين؟ محور إكس بتاعة الجوينت الأولى. جميل؟ جميل. عشان تجيب محور واي، عشان نجيب محور واي بتكمل لي برضه بقاعدة اليد اليمنى المحاور. قاعدة اليد اليمنى بتقول لك إيه؟ حط لي الابهام في اتجاه محور زد وحط لي السبابه في اتجاه محور اكس، هيطلع لك الواي في الاتجاه بتاعه. طيب الكلام دوت واحد هيقول لي مش متطبق في المساله دي، هقول له فعلا هو مش متطبق في المساله دي بس في الشرح بس، لان هو كده في الاخر الطريقه دي اصلا ما بتهتمش بمحور واي. خلاص. طيب تعالى هنا كده، فبيقول لي ببساطه، ثواني، بيقول لي ان دوت محور اكس ودوت محور كان زد في الاتجاه ده. جميل جميل. حط لي الابهام في اتجاه محور زد والسبابه في اتجاه محور اكس، ساعتها الوسطى هتكون بتشاور لمحور واي اللي هيكون لاسفل، ده هيكون محور واي. طيب لو انا عكستهم خليت هنا اكس وهنا كده الزد، تحط لي السبابة برضو في اتجاه محور زد، تحط لي اسف الابهام في اتجاه محور زد والسبابة في اتجاه محور اكس، تمام. انا كده الابهام لاعلى والسبابة في اتجاه محور اكس، خلاص، او تمام في الاتجاه ده، فهيكون الواي ساعتها للوسطى هتطلع ايه في المحور التالت اللي هو الاعلى، هيكون لاعلى كده او لخارج الصفحة يعني، دي الواي. جميل جميل. برضو ما فهمتش الطريقة، جرب بإيدك كده بس تكون حافظ إن الإبهام محور زد، السبابة محور إكس، هيكون الوسطى هي محور واي. جميل تمام. حلو. بعد كده نرجع تاني، فإحنا هنحط هنا، حط الإبهام بتاعك في اتجاه محور زد والسبابة في اتجاه محور إكس، هيطلع لك واي لمين؟ المفروض إن واي تبقى لأسفل، بس زي ما قلت لك هو في الرسمة دي عايز يشرح وخلاص فمش مهتم أوي بالتفاصيل دي. طيب هتيجي على الجوينت التانية تحط لي الابهام، انت حددت، انت هتيجي دي ده اللي انت حددته، حددت له الاوريجين اصلا وحددت له محور اكس بس، خلاص جميل. يبقى احنا كده عرفنا نحدد اكس واي زد للفريم الاول. حلو. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنقول ان انا عندي هنا محور زد بس هو بيفترض ان كان في لينك تاني يعني، واللينك التاني او في جوينت تانية هنا، والجوينت التانية ده الكومن بربنديكولار بتاعها. حلو. فالكومن بيربنديكولار اداني ان ديت نقطه الاوريجن بتاعتي، فنقطه الاوريجن بتاعتي عملت ايه؟ برضو سببت ان ديت محور اكس، ولو مشيت بالقاعده يطلع لك ان ديت اكس زد واي. اللي احنا فهمناه من الطريقه دي، فهمنا ان انا بوصف او بعرف اجيب الفريم بتاع الجوينت ده عن طريق الجوينت اللي بعده، لكن ما ينفعش تقول ان انا هجيب الفريم بتاع الجوينت 2 عن طريق الجوينت 1، ده ما حصلش. اللي حصل ان احنا جبنا الفريم بتاع الجوينت 1 عن طريق الجوينت 2. جبناها ازاي؟ اول حاجه حددنا المحاور زد هنا وزد هنا. تاني حاجه بعد ما بنحدد المحاور تعمل كومن بيربنديكولار، بعد ما تعمل كومن بيربنديكولار تقول ان النقطه اللي خبط فيها هي نقطه مين؟ هي نقطه الاوريجين. بعد كده من اتجاه الاوريجين لحد اتجاه كومن بيربنديكولار اللي رايح للجوينت 2 هو دوت الاكس، بقاعده اليد اليمنى تطلع لي محور واي فين. تمام. بعد كده نعمل ايه؟ نروح نشوف احنا عايزين اربع متغيرات برضو، وقلنا اسمائهم اي اي ماينس 1. هو يعني ايه اي اي ماينس 1؟ هو مش بيقول لك دي جوينت واحد ودي جوينت 2؟ هو بقى مسمي الجوينت دي اي ماينس 1، اي ماينس 1 الجوينت السابقه يعني، وديت الجوينت اي الجوينت الحاليه. فاي ماينس 1 يعني انا عايز البعد
بتاع اي ماينس 1. طب البعد بتاع اي ماينس 1 اللي هو البعد ايه اي ماينس 1 ده بنجيبه منين؟ قال لك هو المسافة ما بين الجوينت الاولى والجوينت التانية. طب المسافة دي في اتجاه محور مين؟ في اتجاه محور اكس. يبقى المسافة بالظبط نقول له المسافة بين محور زد للجوينت واحد ومحور زد للجوينت اتنين في اتجاه اكس واحد. يبقى هو المسافة تاني، المسافة بين محور زد للجوينت الاولى ومحور زد للجوينت التانية في اتجاه مين؟ اكس للجوينت الاولى. يبقى المسافة بين الاولى زد الاولى وزد التانية في اتجاه اكس الاولى. المسافة بين زد الاولى وزد التانية في اتجاه اكس الاولى. وركز عشان الحاجات دي الاربعة دول هم اساس الشابتر اصلا. طيب الفا اي ماينس 1 هي الزاوية، بدل ما كانت مسافة، الزاوية بين زد الاولى وزد التانية في اتجاه مين؟ في اتجاه برضه في الدوران حوالين اكس الاولى. طب ده عملها ازاي؟ بص يا ريس، دي زد اهي، ده محور زد، هتلاقيه راح ناقل المحور ده بارلل عند عند الاوريجين، نقله بشكل موازي عند الاوريجين هنا علامة التوازي، وشاف الزاوية اللي بين زد واحد وزد اتنين قد ايه، عرف الزاوية دي، فدي بقت اسمها ايه؟ الفا اي ماينس 1. خلاص جميل. بعد كده عايزين نجيب الدي اي. الدي اي دي هي البعد. طب البعد بين مين ومين؟ هتلاقي ان هو بيعبر لك عن البعد بين اكس الاولى واكس التانية في اتجاه بين اكس الاولى واكس التانية في اتجاه زد التانية. يبقى دي هي البعد بين اكس واحد اكس اتنين في اتجاه مين؟ زد اتنين. طيب الثيتا اي هي الزاوية بين اكس واحد واكس اتنين في اتجاه زد اتنين. يبقى هي الزاوية بين الاولى والتانية في اتجاه زد التانية. عملها ازاي دي؟ بص يا ريس، هو راح جاي ناقل، ادي اكس اهي، نقلها توازي عند الاورجين الجديد. هو كان في اورجين جديد هنا، نقل دي بالتوازي خلاص، ودي اكس القديمة كانت منقولة هنا، دي اكس الجديدة، اسف، دي اكس واحد اهي، ودي اكس، دي اكس اتنين، اسف، دي اكس اتنين، الاكس اي دي اللي هي اكس اتنين، ودي كده تكملة الخط بتاع اكس واحد، وراح جايب لي الزاوية بينهم. وانت بتلف، جرب كده بايدك، لف بايدك على الزاوية زي ما بالطريقة بتاعت قاعدة اليد اليمنى اللي قلناها، هتلاقي ان الصبع الابهام بيشاور على مين؟ على محور زد. معناها ان الدوران اللي بيحصل عندي بيحصل على مين؟ على محور زد. جرب هنا لفه في ايدك كده، جرب لفه في ايدك، هتلاقي ان الابهام بتاعك بيشاور على مين؟ على محور اكس. تمام، ان دي الزاويه اللي عندي، هتلاقي بيشاور على محور اكس. ولو مش جاي من هنا ان ده على محور اكس، هتلاقي كده عشان اكس وواي بينهم تعامد، هتلاقي من هنا ان ده هيشاور لك على محور اكس. هي نفس المنطق. خلاص، طيب فهتلاقي ان تمام. الاي اي بدأ يشرح لك هنا، بدل ما كان بيشرح على اي اي ماينس 1، مش دي كانت اسمها اي ماينس 1، بقى بيشرح على اي اي. طيب بفرض ان الاي اي دي واحد، يبقى اللي بعدها تبقى اي اي بلس 1، صح؟ هتبقى بكام؟ باتنين. يبقى انا كده محصور بين الجوينت الاولى والتانية برضه. يبقى هي الزاويه، الزاويه اللي اسف، الاي اي دي عباره عن مسافه، المسافه بين الزد اي، صح، اللي هي زد واحد، والزد اتنين في اتجاه اكس مين؟ اكس واحد، اكس الاولى، ده اللي احنا عمالين نقول عليه. دي الزاوية بين الزد اي والزد اي بلس 1. انت كده مش محتاج تحفظ ده، انت محتاج بالظبط تعمل ايه؟ انت هتحتاج تحفظه عشان ساعات بيطلبوا منك تسمعه اصلا، حلو؟ بس في العادي انت مش محتاج تحفظ ده، انت محتاج تفهم المعنى بتاعه. الفا اي سواء كان اسمها الفا اي ماينس 1، هي الزاوية بين الزد الاولى والزد الثانية في اتجاه اكس الاولى. دي المسافة بين زد الاولى وزد الثانية في اتجاه مين؟ اكس الاولى. هنا لما توصل لزد تبقى في اتجاه زد التانية في اتجاه زد التانية، والمسافة بين اكس واكس. خلاص، وطبعا الزاوية بين اكس واكس. هتلاقي في القوانين دي هو بيعتبر مين؟ بيعتبر ان هو عنده مسافات بين الاكس، مسافات بين الزد، زوايا سواء كان ديستانس ديستانس او زوايا، صح، انجل انجل، لكن ما اعتبرش خالص ان في محور واي، صح؟ فهو في الطريقه دي قال لك الاربع شروط الاساسيين هو اكس، معتمدين على اكس وزد، المسافات بين اكس والمسافات بين زد، والزاويه بين اكس والزاويه بين زد بس. الطريقه دي تفكرني بايه؟ لو انا عندي فريم بالشكل ده، وكان زمان كنا بنيجي نعمل ان في متجه، خلاص المتجه ده كده، فكان يديني الزاويه مع الزد، لو تفتكر يديني الزاويه مع الزد ويديني الزاويه هنا مع الاكس، سيتا اكس. فانت كنت بتعمل ايه؟ تحلل الفريم هنا وتنزله على الارض،
وبعد ما تنزله على الارض انت مش محتاج اكتر من زاويه اكس عشان تحلل الفريم على اكس وعلى الواي. هو ده اللي هو عمله في الطريقه دي، ان هو قال لك اصلا الواي كده كده هتيجي من دلاله وجود اكس. تمام؟ الكلام ده فيه مشكله؟ لا الحته دي كويس. مهمه عشان لما نيجي نحل ما يبقاش فيه توهان. طيب تعال نجرب على مثال عشان ده اكتر حاجه هتوضح لك الدنيا. اول حاجه بس انا هنا كنت بقول ان بيظهر عندي حاجه اسمها الكومن، معلش عشان بتاع الكومن ايه، الكومن بيربنديكولار. طيب لو كان طلع عندي ان الجوينت شكلها عامل كده، الجوينت شكلها عامل كده متوصله ببعض حاجه بالشكل ده، فانت هتيجي تمد محور زد في اتجاه اللينك صح، ومحور زد هنا في اتجاه اللينك، هيتقطع في نقطه خلاص، فمفيش كومن بيربنديكولار بينهم، مفيش حاجة. يعني انت لو جيت توصل هنا مستحيل تطلع دي عمودية ودي عمودية، هما الاتنين في نفس المستوى، عشان كده اتقطعوا اصلا. فكرة ان هما اتقطعوا معناه ان هما الاتنين في نفس المستوى صح؟ فقال لك محور زد ساعتها هيكون مين؟ عمودي على الخطين دول، هيكون محور زد عمودي على الخطين دول. تمام؟ طيب خلينا بس نجرب في مثال كده عشان ايه الدنيا توضح اكتر، عشان بعدين نبقى نشوف. طيب تعالى ده اول مثال عندي. اول حاجه تعملها لما تخش على المساله هي حاجه واحده مطلوبه منك، بعد اذنك حدد لي الجوينت اللي عندك وسميهم، سميهم انت ليك مش للدكتور، بتسميهم انت دي ليك. ففين الجوينت اللي عندي؟ قلت لك الجوينت بتوصل بين لينكين او اكتر، فدي جوينت صح؟ مش ده لينك وده لينك، دي جوينت صح؟ في مشكله في دي ولا ايه؟ لا لا تمام. تمام. ودي جوينت بين لينكين او اكتر. طيب هل دي جوينت الحته الثالثه دي؟ طيب ليه؟ بتوصل بين الارض واول لينك، الارض بنعتبرها لينك، وهي كده كده تمام بتسبب دوران اصلا، بتعمل دوران، فمفيش حاجه بتعمل دوران غير الجوينت، اللينك بيبقى ريجن خلاص. فهمت. تمام، يبقى دي كده جوينت رخم. ابدا ارقمهم واقول ان الجوينت دي رقم واحد، الجوينت دي رقم اتنين، وانت طالع من عند الارض وانت طالع لاعلى، الجوينت دي رقم ثلاثة. تمام. تعالى كده قول لي فين الاكسس بتاع محور زد للجوينت الاولى؟ هتقول لي الجوينت الاولى دي باين قوي ان الوضع ده 2 دي، فاصلها اصلا كانت عباره عن حاجه بالشكل ده، كان ده شكل اللينك اصلا. تمام، وهم اختصروه في شكل 2 دي، وفي هنا جوينت عباره عن سلندر. جميل. تمام، يبقى اتجاه محور زد قلنا هيبقى فين؟ لحد في اتجاه الاكسس بتاع الجوينت اللي هو الاتجاه ده. طيب هيبقى للداخل ولا للخارج؟ قلنا مين اللي بيحددها؟ الزاويه. هتمسك ايدك، امسك ايدك باليمين وجرب لفه في ايدك في اتجاه الزاويه، هتلاقي الزد بتاعك للداخل ولا للخارج؟ للخارج، يعني اتجاهه كده. طبعا هو المفروض لو هو للخارج اصلا، اصل الزد ده لخارج الصفحه، فخارج الصفحه بيتمثل كنقطه، يعني المفروض الزد كنت تمثله كنقطه، ايوه بس انا عشان اوضح بس مش اكتر هميل الزد شويه عن النقطه واخليه في الاتجاه ده، لكن في الاصل ان طالما هي للخارج تبقى بتتمثل كنقطه اصلا، يعني طالما هي في اتجاه الصفحه بس يبقى الزد ده اصلا فين؟ عباره عن نقطه، بالنسبه لما تيجي تبص عليها هتلاقي نقطه اصلا، هيقع كنقطه. طيب هنا همسك الجوينت الثانيه، انا عايز امثل محور زد بتاعها. طيب محور زد بتاعها هيبقى للداخل برضه او للخارج؟ لان هي نفس الجوينت اللي هنا، نفس الشرح بتاع الحته دي. طيب هيبقى للخارج برضو، ودوت زد بتاع الجوينت التانية بالنسبة لي، ده الزد بتاع الجوينت الأولى، ودوت زد بتاع الجوينت الإيه؟ التالتة. جميل؟ جميل. إحنا بنقول الطريقة دي بتوصف لي الجوينت الأولى بالنسبة لوجود الجوينت التانية، صح؟ جميل. أول حاجة بنعملها نجيب أدي زد واحد اتنين، نعمل بينهم إيه؟ كومون بيربنديكولار. هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى في الاتجاه ده كده، وده عمودي من هنا وعمودي من هنا على دي. طيب وقلنا النقطة اللي هتقف عندها كومن بربنديكولار تقطع لي زد واحد هي دي مين؟ الأورجن الأول، أول أورجن عندي. وتطلع من عند الأورجن الأول ده في اتجاه الكومن بربنديكولار اللي أنت وصلته تديني مين؟ إكس واحد. وعن طريق قاعدة اليد اليمنى تعمل لي الإبهام بتاعك في اتجاه محور زد والسبابة في اتجاه محور إكس، هتلاقي إن واي فين؟ في الاتجاه ده كده، دي الواي. يبقى دي واي واحد. صح؟ جميل. تعالى بقى نجيب بين اتنين وتلاتة، تعمل لي برضه كومن بليفندكر، وبعد كده تحدد لي محور اكس اللي هيبدأ من عند الاورجين التاني اللي هو اتقطع عنده هنا لحد مين؟ لحد
زد 3 لحد ما يطلع لزد 3 او في اتجاه كومن برمنديكولار اللي انت عامله، هيديني ان دوت اكس 2، وساعتها هيكون مين؟ هيكون التالت دوت هيبقى برضو العمودي هيبقى واي في الاتجاه ده، ده واي 2 صح؟ جميل. طيب الحاجة رقم 3 هقول له تعالى نشوف الزد طلعت للخارج، اجيبها ازاي؟ مفيش حاجة بعديها، ما هو المفروض اجيب 3 بالنسبة لأربعة صح؟ فين الجوينت رقم 4؟ مفيش الجوينت رقم 4. حلو. والمفروض ان انا بوصف النقطة دي بالنسبة للبيس فريم، فين البيس فريم؟ المفروض ان اللينك دوت هو مين؟ هو البيس فريم بتاعي. فانا طب انا هجيب ان البيس فريم اللي هو زيرو ده، زد زيرو، هجيبه ازاي؟ يبقى انا مش عارف اوصف لا البيس فريم ولا عارف اوصف مين؟ اخر نقطة بتاعت الاند افكتور، اللي انا اصلا الطريقة كلهم او كل حاجة معمولة عشان تعمل ايه؟ توصف الاند افكتور بالنسبة لمين؟ للبيس فريم صح؟ ما هو الطريقة بتاعت دنتف هنتر بينج دي، هنتر بيرج ده، بتشرح ازاي تعمل اكسس او لينكات لمين؟ لجوينت. هل البيس فريم ده جوينت؟ لا، ده البيس فريم ده لينك اصلا، ايا كان شكله عامل ازاي هو لينك في الاخر. والاند افكتور ماله؟ لينك برضه، فمش جوينت، فمش هعرف اوصفه. قال لك في بنعمل حاجتين، اول حاجه عشان توصف الفريم بتاع الفريم بتاع 3، عشان تجيب الفريم بتاع 3 ده، تفرض لي ان هنا في جوينت هي نفس الجوينت اللي عندي 3 بنفس اتجاهاتها. خلاص، تفرض لي ان في جوينت هي نفس الجوينت اللي عندي 3 بنفس اتجاهاتها. خلاص، جميل. وتقول ان محور ضدها بقى الخارج، فبالتالي الكومر بيربنديكولار مالهم هو الخط ده، فيبقى محور اكس 3 هو المحور ده، ده كده اكس 3، والواي ساعتها هتكون العمودي. طبعا انا قلت لك الزد دي احنا مايلينها بس عشان الفهم مش اكتر، فهي اصلا المفروض انها مش موجوده، يبقى العمودي بتاع مين؟ هو ده، او ايا كان شكله عامل ازاي، ده كده الواي 3. تمام. طبعا نمسح الزدات بقى، خلاص احنا فهمنا ان الزد عباره عن نقطه، فعشان ما نبوظش الدنيا ادي الزد دي كلها طارت. خلاص، فبقت دي واي 3. طيب والنقطه دي ديت بتاعه الاند فيكتور، خلاص هي كده النقطه دي اللي هتقع بالنسبه لمين؟ لفريم 3. النقطه دي هتبقى نقطه واقعه لفريم 3. طيب تعالى للبيس فريم، اول فريم خالص اللي هو فريم 0، بنعمله ازاي؟ قال لك البيس فريم دوت هو ادي اللينك بتاعي، هيكون مين؟ نفس عند نفس النقطه، هفرض ان في عندي فريم هو الفريم 0، خلاص عند نفس النقطه، قال لك الفريم 0 هو بيبقى الفريم مين؟ واحد، بس بشرط وحيد، بس بشرط وحيد ان الجوينت فاريبل بتاعي، يعني الفريم 0 هو الفريم ده، بس في شرط ان الجوينت فاريبل يكون بصفر. يعني ايه الجوينت فاريبل يكون بصفر؟ يعني اخلي الجوينت دي مش مايله باي زاويه، الجوينت دي كانت مايله بالزاويه دي صح؟ رجع لي الزاويه سيتا واحد دي بصفر، هيبقى الجوينت شكلها عامل ازاي؟ هتلاقي شكل الجوينت واقع على الارض كده لما تخلي سيتا واحد دي بصفر، تمام؟ والباقي متصل فيها عادي، دي هنا في جوينت 2 وفي هنا جوينت 3، بس دي على الارض. يبقى اتجاه محور اكس ده واحد، ده هينزل على الارض صح؟ ونسميه اكس 0. واتجاه واي واحد هيعمل ايه؟ هيبقى لازم يكونوا متعامدين، فهيبقى عمودي على مين؟ على الاكس 0 اللي هو مين؟ هيبقى الواي 0. الكلام ده فيه مشكلة؟ لا تمام فاهم الدنيا ماشية ازاي؟ هو ده اللي احنا ايوه عندنا تمام نعمله، هتدنيك تحاول تجيب كل الجوينتس، والجوينت الاخيره اللي مش هتعرف تجيبها هتفرض ان في عند الاند افكتور في جوينت شبهها، وتعمل ايه؟ وتوصفها لي. وبعد كده طب الجوينت الاولى، قال لك الجوينت صفر، الجوينت صفر هي جوينت واحد، بس لما تخلي الجوينت فاريبل اللي هو السيتا اللي عندها تبقى بزيرو. طيب ببساطه انا عايز اوصف دلوقتي النقطه بتاعت الاند افكتور اللي هي البي دي، ما البي دي النقطه بتاعت الاند افكتور بالنسبه لمين؟ ليه البيس فريم. هعمل ايه؟ قال لك اللي احنا درسناه قبل كده، تقول له والله ان البي دي عباره عن، سميها مثلا اي، فاقول له البوزيشن بتاع اي هو واقع في الفريم 3، لازم تضربه لي في ترانسفورميشن ماتريكس صح بتاع 3 اللي واقع بالنسبه لمين؟ ل2. تضربه لي في ترانسفورميشن ماتريكس بتاع 2 اللي واقع بالنسبه لمين؟ ل1. تضربه لي في الترانسفورميشن ماتريكس بتاع 1 اللي واقع بالنسبة لمين؟ لزيرو. كده انا وصفت مين؟ البي اي 0. يبقى انا وصفت النقطة بتاعت الاند فيكتور بالنسبة ترانسفورميشن ماتريكس.
يبقى انت المشكله عندك في التوصيف بتاع اللينكات مش في الترانسفورميشن ماتريكس دي كلها. خلاص جميل. يبقى انت اوكي اول نقطه هتتسال عليها في الامتحان انك تحط اللينكات دي، تحط المنتجات اللي انا عمال اشرحها دي. طيب تعال نشرح على مسألة تانية قبل ما نبدأ نفهم بعد ما نخلص ده هنعمل ايه. تعال نشرح على مسألة تانية. دي مسألة عندي خلاص. اول حاجة اعملها ايه؟ وصف لي، او اسف، حدد لي فين الجوينت اللي عندي. ديت الارض ايا كان شكلها عامل ازاي. الارض دي كده، الارض متوصل بيها جوينت مع الحتة دي، ده لينك كده، ده الريجن، يبقى دي كده جوينت رقم واحد. متوصل بيها الجوينت رقم اتنين، دي متوصل بيها بين اللينكين دول جوينت رقم تلاتة، صح؟ مش دول التلاتة جوينت اللي عندي؟ جميل. اداني اتجاه الدوران بتاع الجوينت دي فين؟ اهو الاول حاجة تحط لي محور زد لكل جوينت، ادي محور زد. طبعا هو الدكتور هنا مديك الاكسس، في الامتحان مش هيدولك، فعشان كده هعتبر كأن مفيش اكسس بالنسبة لي. طيب ادي محور زد بتاع الجوينت الاولى، ده زد واحد، وادي محور زد بتاع الجوينت التانية، ادي زد اتنين، وادي محور زد بتاع الجوينت التالتة، ادي زد تلاتة. تمام؟ الكلام ده فيه مشكلة؟ لا. نبدأ نعمل ايه؟ بنقول ان احنا طبعا ده مش زيرو، ده واحد لسه، احنا لسه ما جبناش، لا هنعرف نجيب زيرو ولا هنعرف نجيب اخر زد، بس خلينا ماشيين مع المسألة. بنقول ان احنا بنجيب مين؟ زد واحد وزد اتنين، نجيب بينهم كومن بلوبنديكولار. اتصدمت واكتشفت في الامتحان ان مالي زد واحد بتقطع مين؟ زد اتنين. زد واحد عاملة تقاطع مع زد اتنين، صح؟ صح. اجيب الاكس ازاي؟ مفيش كومن بلبنديكولار. قال لك نقطة التقاطع هي دي الاورجين، ده الاو واحد، ده الاورجين بتاع اول جوينت. طيب اكس واحد بقى اعملها ازاي؟ قال لك تعملها في مستوى عمودي على الزد واحد والزد اتنين. واحد هيقول لي طب ما انا هعملها كده، اقول له صح. واحد تاني يقول لي طب ما انا هعملها الناحية التانية، اقول له صح. عشان كده المسائل الشبه دي يا اما الدكتور هيجيبها ويكون مديك الاكس اعتقد، عشان فكرة ان انت لو غيرت الاتجاه تمام، يا اما ايه، يا اما مش هتيجي بإذن الله، يعني ربنا ييسر وتيجي اول واحدة بس. فايه، فايا كان انا هشرحها عموما يعني. فالدكتور حاطط ان الزد اكس واحد بتاعته لمين؟ للداخل. طب لو انا عملتها الخارج صح 100%، انت بتعملها عمودي على الاتنين دول، داخل خارج مش عارف تحدد اتجاه دلوقتي، حدد اي حاجه، صح؟ تمام. طيب الزد عرفت اجيبها ازاي تاني؟ الزد واحد وزد اتنين من اتجاه مين؟ وزد تلاته برضو اتجاه الروتيشن اللي هو سيتا واحد سيتا اتنين سيتا تلاته، عشان دي اساسي. هو كده انت مش هتعرف تحدد الزد من غير السيتا، لان انت لو كده هتدنيك تقول لي اصل انا ممكن اعمل زد الاسفل، واحد هيجي يقول لي انا ممكن اعمل زد الاسفل، اقول له لا غلط، انت كده مش عكس قاعده اليد اليمنى. لكن لو ما كانش في السيتا دي كان ساعتها لو عملت زد الاسفل لا انت حر. فعشان كده الدكتور بيحكمك دايما في الامتحانات بسيتا، ان السيتا بتدور ازاي، اعمل لي قاعده اليد اليمنى وحط وطبق لي الزد بتاعتها. تمام؟ نفس الكلام، سيتا بتدور في الاتجاه ده الزد الخارج، سيتا بتدور في الاتجاه ده الزد الخارج. طيب عرفنا نجيب اكس واحد وزد واحد. الغريب بقى هنا واللي ممكن يشتت حد ان الجوينت دي هي الجوينت رقم واحد. الفريم بتاع الجوينت رقم واحد هو حاطه فين؟ او بالطريقه بتاعت دينيتيف هينتربرج وقعت فين؟ وقعت عند الجوينت رقم اتنين، انا ماليش دعوه، ما يخصنيش. يعني ده الفريم واحد اهو، ادي زد واحد، ادي اكس واحد. انسى زد اتنين دي دلوقتي، هبقى اعملها بالالوان تانية. ادي زد اتنين، خلاص جميل. وتعالى بالمره الزد 2 وزد 3 الكومن بيربنديكولار بتاعهم اهو، صح؟ فيبقى اكس 2 فين؟ هو من عند الاورجن اللي هي دي لحد اكس 2. اللي ممكن ناس كتير تتلخبط فيه ان هي تكون شايفه فاكره ان ديت واحد واحد، يبقى دي يعني دي واحد واحد الازرق، يبقى دي بتاعت الجوينت ده. لا، هي بتاعت الجوينت رقم واحد بس، انت بتمشي بالطريقه مش بالمكان. خلاص اتفقنا؟ تمام. هاجي عند الجوينت رقم 2، لقيت الزد 2 اهي، الزد 3 كنت محددها كده كده، الكومن بيربنديكولار بينهم اهو، ادي اكس 2 عشان ما تتلخبطش. طيب بعد كده بالنسبه ل 3 قلنا هنعمل ايه؟ هنقل ان في جوينت هنا، والجوينت دي هي نفس الجوينت اللي قبلها بالظبط، ادي اتجاه محور زد بتاعها اللي هي زد 4 بقى بالنسبه لي، و بس الدوران بتاعها يبقى كده يعني. خلاص ده الفكره. حلو، يبقى ادي الكومن بيربنديكولار بينهم، يبقى ساعتها مين اكس 3؟
اهي اللي يوصل من عند النقطة بتاعة الكومن، التقاطع بتاع الكومن بيربنديكولار مع زد 3 لحد مين؟ لحد اكس 3، لحد اسف في اتجاه اسف زد 4، خلاص فديت اكس 3. يبقى احنا كده عرفنا. تعالى نعمل لون تالت عشان ايه الدنيا ما تتلخبطش. ادي لون اهو، ده الزد 3 ودوت اكس 3. طيب يبقى انا معايا زد 3 اكس 3، يبقى انا كده عرفت احدد الثلاث محاور بتوعي فين. جميل. طيب انا لسه ناقصني مين؟ ناقصني زد 0. ما انا مش عارف، ما كنتش عارف احدد الثلاثه، حددتها ليه؟ حددتها ازاي؟ اسف، عن طريق ان انا بحط ايه؟ جوينت عند اخر نقطه، هي مين؟ نفس الجوينت بتاعت زد 3، واروح عامل ايه؟ بتاع جوينت 3 يعني، واروح موصل ما بينهم يديني اكس 3. طيب اول فريم عندي اللي هو فريم 0، هل هيبقى زي اللي فاتت فريم 0 وفريم 1 منطبقين على بعض، ولا هما بعاد عن بعض؟ لا، في المساله ال3 دي انا شايف ان الجوينت اولها اهو، والارض فين؟ تحت خالص. فيبقى فريم 0 هنا في المنطقه دي كده على الارض، خلاص، لان دوت كده السلندر ده اكيد محصور في حاجه دورانيه تانية بيدور حواليها. حلو، جميل. طيب احنا قلنا ان جوينت 0، جوينت تاني ركز 0، او اسف فريم 0 مش جوينت 0، فريم 0 هو فريم واحد لما يكون القيم بتاعته بصفر، صح؟ صح. فاقول له يبقى الزد هي الزد، الزد هي الزد، والاكس بتاعتي، الاكس بتاعتي لما يكون دي بصفر هتبقى هي الاكس، ساعتها الواي هتبقى هي الواي، صح؟ يبقى انا كده عرفت احدد فريم 0 بتاعي، الاوريجين بتاع الزيرو، ديت زد 0، ديت اكس 0، وديت واي 0. الكلام ده فيه مشكلة؟ هعمل ايه بعد كده؟ المفروض اللي في دماغي طبعا هي كده، احنا معانا هيبقى معانا الترانسفورميشن ماتريكس شكلها عامل ازاي، او القانون اللي بيحل بيه الدنيا في هيدن ترج، بس هشرحه لسه دلوقتي، بس انا بس عشان نبدا فكره الايه، ازاي تجيب الاكسس. تعال نجرب على واحده كمان حاجه زي دي. فين الجوينتس اللي عندي؟ اول حاجه هو عامل لي على الخط ده كده انه ثابت، يبقى ده مين؟ ده البيس فريم، صح؟ جميل. الحته دي كده مع دي مش واصله بين لينكين اهي، ده لينك وده لينك تاني، يبقى دي مين؟ الجوينت رقم واحد. طب ودي لينك التاني، يبقى الجوينت رقم اتنين، ودي لينك التالت، يبقى الجوينت رقم تلاتة، عشان ايه؟ نبقى خلصنا. طيب محور زد فين؟ امسك ايدك دورها في الاتجاه ده، اه تجرب كده تلف تلاقي الزد الاعلى، ده محور زد. طيب محور زد بتاع دوت فين؟ هتلاقي دي بتدور كده، يبقى الزد الخارج الصفحة، زد اتنين. طب زد بتاع دي فين؟ هتعمل كده هتلاقي برضو خارج الصفحة في الاتجاه دوت، زد تلاتة، صح؟ جميل. ده زد واحد. حلو. محور اكس هيبقى مين؟ هنا بتاع واحد، اقول له والله تعالى كده اتحرك 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 اتحرك، اعمل كومن بربنديكولار ووصل، توصل عند النقطة دي، هي دي الاورجين، توصل ما بين الاورجين والنقطة دي، يبقى دي مين؟ اكس واحد. اجيب ازاي واي واحد؟ وان كان مش مهم اوي، بس واي واحد هي عباره عن ان انت تحرك السبابه بتاعتك في اتجاه اكس واحد، والابهام في اتجاه زد الاعلى، يديك ان الواي فين؟ لداخل الصفحه، يبقى الواي لداخل الصفحه. تعال نوصل، نجيب الفريم بتاعي، فريم اتنين ده كده فريم واحد، فريم اتنين هقول له والله لما توصل دي هيطلع لك ان اكس اتنين في الاتجاه ده، وهيطلع لك ان لما تيجي تعمل السبابة والزد اللي للخارج، تمام، هيطلع لك ان الواي بتاعتك في الاتجاه ده، ده الواي طبعا، دي لداخل الصفحة اصلا، خلاص عشان ما تبقاش فاكر برضو، المفروض الواي تبقى عبارة عن بوينت في الاخر، خلاص، وهنا المفروض الزد هي اللي عبارة عن بوينت. طيب الزد اخر زد عندي قلنا بنعمل ايه؟ تروح عامل لي جوينت هنا كده، تقول لي الجوينت دي هي دي، يعني الزد بتاعها الخارج برضو، فلما تيجي توصل تلاقي ان الاكس بتاعتك طالعه في الاتجاه ده، ديت اكس 3، وان الواي عمودي، وفي انهي اتجاه تعمل زد بتاعتك للخارج، اكس لاعلى، يديك ان الواي عموديه في الاتجاه ده كده، دي الواي، وانا كده كده الزد عندي هي اللي لخارج الصفحه عشان دي نقطه، خلاص عشان ما حدش يتلخبط.
جميل، يبقى انا كده عرفت اوصف الفريم كله، عرفت اوصف 3 فريمات. لسه مين؟ البيس فريم. قال لك البيس فريم هو مين؟ ان انت تخلي محور زد ده زد زيرو زي ما هو، ومحور اكس هي اكس زيرو، عشان لسه هنتخيل حاجات تانية قدام. تمام، هتلاقي ده اللي اتوصف، ادي زيرو واحد، ادي زد زيرو واحد، ادي واي اتنين، ادي اكس اتنين، نفس اللي انا قلته، ادي اكس تلاتة، وادي طبعا واي تلاتة. الكلام ده فيه مشكلة؟ لا زي الفل. تعرف تعمله، تعرف تعمله لوحدك لو جالك؟ ده تلت المسألة، ده أول حاجة في المسألة. ده لما هو طيب عرفت الديت إيه؟ ده بيجي السؤال عرف الديت تعرف الدي اتش؟ انا بيجي سؤال ثانية تعرف، تعرف الأربعة دول، عشان كده أكدت إن أنت تكون فاهمهم وبرضه هتحفظهم في الآخر. اسم بس أنت لو السؤال عرفت، ايه قليل أنا مش فاكر، أنا لو كده استنى أجيب لك الامتحان أشوف، عشان أنا كنت في امتحان أصلا. سؤال، طيب في امتحان 2020 اهو، السؤال كان هنا حلو، بس معرفش هل احنا علينا اثباتات ولا لا، لان السؤال كان فيه اثباتات، ممكن يكون عشان كانت دي سنة كورونا مثلا، فهو ايه عمل استثناء في الموضوع مثلا، معرفش برضو ايه اللي حصل بالظبط، بس هو بيقول لك عرف دينا هندربرج بارامترز واثبت لي المصفوفة بتاعته، المصفوفة دي خلاص. ف مش عارف صراحة هل ده موجود ولا لا، بس انت مش هتخسر حاجة انك تكون عارفه. تمام، مع الرسمة يعني. طيب على 5 درجات بس اتنس عليها 5 درجات، هي عليها 5 درجات، يعني انا هي على هسيبها خمس يعني. درجات ايوه، فهسيبها إثبات وخلاص. وكل دوت فأنا فاضفل تمام حلو. الحاجة التانية في امتحان 2020، تعالى كده بقى نجرب على المسألة دي، احنا لسه عاملين امتحان سنة زيها يعني، فاتت اختها امتحان السنة اللي فاتت، هو ماشي امتحان 2019 باين، المهم ايا كانوا السنة اللي فاتت. فهتعمل ايه؟ ادي الجسم اللي عندي ده البيس فريم، لسه قايل لك اختها، فيبقى محور زد، بما ان ده بيحصل روتيشن كده، محور زد هيكون فين؟ لما تعمل قاعدة زد اليمنى هتطلع لأعلى، هنا محور زد هيكون فين؟ هيكون لخارج الصفحة، لما تيجي تعمل بس قاعدة هو زد اليمنى السؤال لخارج دوت هو الصفحة. ده كده مش لينكين مش اتنين جوينت في اول واحد خالص فين؟ أول واحدة هيبقى 2 جوينت يعني، اه لأعلى واحد والأسفل وبارازماتيك يعني، روتيشن قصدك الحركة والروتيشن؟ اه ماشي، ما هو الحالتين كده كده، سواء كانوا 2 جوينت او جوينت، دي لسه ما اتحددتش دلوقتي. تمام، دي هو فعلا هو يبقى 2 جوينت، عشان دي سيتا 2 حتى وسيتا 3 بالاسم، بس انت كده كده حتى زد 1 وزد 2 هيبقوا في نفس الاتجاه يعني، بسبب لو جيت تبص لها، عشان سيتا 2 مثلا هتلف في ايدك، هتلاقي برضه بتلف ايه، لا هتبقى خارج الصفحه، هتبقى زد 2 ايوه كده، بالظبط هيبقى في زد 2 كده. اه صح، برافو عليك يا شباب. فدي هتبقى ايه، لينكين، عشان في دوران في الاتجاه ده، وفي نفس الوقت بتدور في الاتجاه ده، فتعتبره هو مش لينكين، احنا بنقول ان انت درجات الحريه هنا هيبقى درجتين، عندك درجتين من الحريه، فبالتالي عشان توصف اقل عدد من المتغيرات او اقل عدد من الفريمات، درجه حريه معناها اقل عدد من الفريمز اللي توصف لحركه الجسم حركه كامله، عشان توصف اقل عدد من الفريمات هيبقى محتاج كام فريم؟ 2، واحد للدوران الاول ده وواحد للدوران الثاني ده. تمام، فبنقول ان العلاقه بين زد 1 وزد 2 هتعمل ايه؟ ادي البتاع ايه؟ فالاثنين اتقطعوا، ما انت بتجيب زد 1 بالنسبه لاثنين، فالاثنين اتقطعوا، تعمل لي ايه؟ تقول لي والله ان هتبقى اكس 1 يا اما عمودي والناحيه دي، يا عمودي والناحيه دي، خلاص؟ خليك ناحيه اليمين تيمن ولا ايه؟ تيسر، خلاص وراح دماغك، يبقى دي اكس 1. يبقى ساعتها الواي 1 فين؟ والله تمشي ايدك الاكس ناحية اليمين، الابهام يبقى الزد الاعلى، هتلاقي ان الواي واحد للداخل كده، هنا دي الواي واحد. طيب تعال نجيب 2 بالنسبة لتلاتة، دي كده زد 3، فلما تجيب 2 بالنسبة لتلاتة الكومن بيربنديكولار اهو، يبقى الزد الاكس 2 في الاتجاه ده ديت اكس 2. تعالى بقى اعمل الاكس 2 وزد 2 للخارج، ده زد 2 كان خارج الصفحة، عشان ما حدش ايه المفروض ان انا ما ارسمهاش زي ما المفروض ما ارسمش، هو زد 2 اللي خارج الصفحة، اكس 2 اللي اعلى، يبقى الواي الناحية دي في الاتجاه ده، ايا كان بقى ميلها زاويتها، احنا عارفين ان هي المفروض تبقى ميلة يعني، بتبقى بينها وبين الاكس 2 90 درجة، عايز تعملها بالمسطرة بالظبط بقى وتجيب مكانها فين، مش فارقة، واي 2 حلو. طب و3؟ ما انا ما اعرفش، هقول لك خلاص حط لي هنا جوينت هي نفس الجوينت دي، يبقى الزد 3 في الاتجاه ده، يبقى الكم بيربنديكولار هو اللي بينهم، يبقى الاكس هتبقى ديت اكس 3، يبقى ساعتها الواي 3 عبارة عن ايه؟ طلع لي الزد بره الصفحة، عشان بس المفروض ما تتكتبش، الزد تبقى بره الصفحة، الاكس الاعلى تبقى الواي مالها في الاتجاه العمودي على الاكس 3 اللي هو هيكون كده مثلا، ده الواي 3. تمام،
وظيفة ايه؟ لسه الفريم اللي هو البيس فريم دوت، احط ان الجوينت بتاع الزيرو كمان هنا خلاص، بنفس الصيغة بتاعت مين؟ بتاعت زد واحد خلاص. بس عندما يكون زد واحد بزيرو، هتلاقي ان ديت اكس زيرو واحد وديت زد زيرو واحد. ده انا عندي 3 فريم في نفس المكان، ماليش دعوة، ده التوصيف خلاص. الكلام ده فيه مشكلة؟ ده كده اول لحد واحد ده اول دلوقتي مطلوب. ده المفروض ان هو اصلا اللينك فريم اهو، ده اول مطلوب عندك، ده لحد دلوقتي اللي هو ايه الحاجات اللي مطلوبه منك. طيب تاني حاجه بيقول لك اوبتين ذا دي اتش بارامتر. طب دي هنعملها ازاي؟ جدول حلو، قال لك ايه؟ اه الجدول، ده بس الجدول. لسه مش، ايوه ده تمام المفروض جدول وهتعوض برضه في تمام الترانسفورميشن فريم. قال لك دينيتيف هنتر بنج دول ما عملوش الطريقه دي عشان في الاخر يقول لك ان انت تعرف توصف اللينكات ازاي بالنسبه لبعض. هو عايز يوصل لمصفوفه، المصفوفه دي دايركت توصف لي الاند افكتور بالنسبه، او توصف لي الحركه بتاعه الفريم اللي عندي، الجوينتس بتاعه الفريم والروتيشن بتاعه الفريم في نفس الوقت دايركت. يعني انا عندي 2 جوينت، الجوينت الاولى والثانيه، انا عرفت اوصف الفريمات، يا فرحتي. طب ما انا عايز لسه الترانسفورميشن ماتريكس. طب اجيب الترانسفورميشن ماتريكس ازاي؟ قال لك الترانسفورميشن ماتريكس عندهم زي ما كنت لسه بقول لك بيعتمدوا على اكس وزد بس. فهي عباره عن ان حصل روتيشن بالفا اي ماينس 1، وحصل مين؟ ترانزليشن بايه اي ماينس 1. مش ده اللي احنا كنا بنقوله ان حصل حركه في اكس مظبوط. بايه اي ماينس 1، وحصل دوران في اكس بالفا اي ماينس 1، وتاني حصل بعدها مين؟ روتيشن. بعد كده حصل روتيشن ب سيتا اي، وحصل ترانزليشن بمين؟ بالدي اي. حلو، الكلام ده يتعمل ازاي؟ قال لك الكلام ده عشان بس الطلب اثبات مره، فبرأت ذمتي. المفروض ان انت هتقول له والله انا عندي روتيشن ماتريكس كده، عندي روتيشن ماتريكس كده، عندي اسف ترانسميشن ماتريكس كده، ترانسميشن للاكس، فحصل فيها حاجتين. حصل روتيشن الاول حوالين الفا اي ماينس 1، حصل روتيشن حوالين مين؟ اكس. فاكر الحوار ده؟ فانا عندي هنا روتيشن حوالين الاكس، يبقى مين اللي ثابت؟ ده واحد صفر صفر، ودوت صفر صفر، وهنا كوزاين ل الفا اي ماينس 1، وهنا كوزاين ل الفا اي ماينس 1، وهنا بعد الواحد تبقى ماينس ساين الفا اي ماينس 1، وهنا مين؟ ساين الفا اي ماينس 1. وحصل دي اكس، فاكر دي اكس دي برضو شرحتها في اخر الشابتر اللي فات. الدي اكس ان حصل انتقال في الاكس بس بمقدار ايه؟ اي اي ماينس 1 وصفر وصفر، وعرفنا خلاص اي اي ماينس 1 معناه ان هي للجوينت الاول، بس هو مسمي الجوينت الاول عنده اي ماينس 1. جميل؟ وديت بتحط صفر 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 واحد عشان تحفظ الروتيشن ماتريكس، عشان لو عايزين نضرب الروتيشن، عشان لو عايزين نضربهم نضرب الماتريكس في بعض، وده اللي هيحصل دلوقتي. طيب الماتريكس الثانيه ان حصل ترانسفورميشن، الترانسفورميشن اللي حصل التاني دوت على الزد، فحصل لي في الزد ان انا عندي ادي الترانسفورميشن التاني، حصل ترانزيشن على الزد من الاخر بمقدار دي اي، فصفر صفر دي اي وفي الاخر واحد، وحصل روتيشن على الزد بمقدار سيتا اي، فانا عارف ان الزد هيكون واحد صفر صفر وصفر صفر. بعد كده طبعا هنا التلاتة دول صفار معروفين داخل بتاع في المصفوفة. وبعد كده اقول له تعالى بقى، ده هنا كوزاين الوتر بياخد كوزاين، كوزاين مين؟ سيتا اي، وهنا كوزاين سيتا اي، وهنا ساين سيتا اي. بس اقول له حاجه، استنى، ده الواحد، الصف اللي بعد الواحد بياخد اشاره سالب، ودوت ساين سيتا اي. طبعا دول مبصمجهم لك ازاي تعملهم في اول فيديو وخلاص، صح؟ جميل، حلو. تعمل ايه بقى؟ تضرب لي الترانسفورميشن ماتريكس دي ان اللي حصل انتقال فيها حوالين اكس في الترانسفورميشن ماتريكس اللي حصل انتقال فيها حوالين الزد، تمام؟ تطلع لي مين؟ الترانسفورميشن ماتريكس اللي هتوصف لك اللينك الثاني بالنسبه للينك الاول، مكان اللينك الثاني بالنسبه للينك الاول. ده كاني بقول ايه؟ كاني بقول ان البوينت دي، البوينت اللي عندي دي اللي وقع هنا بتاع الجوينت، مش الجوينت مكانها هنا، انا عايز اوصفها بالنسبه للينك ده، يبقى حصل دوران، هي في مكان ما حصل لها دوران ومين؟ وحصل لها ترانزليشن ايا كان وضعها. عايز اوصفها بالنسبه للينك ده، يبقى انا كده وصفتها بالنسبه لده، اضربها في الار في الروتيشن اللي حصل بين دول،
والترانزليشن اللي حصل بينهم، الانتقال. قعدت اشرحها لك برضو المره اللي فاتت في الترانسفورميشن ماتريكس حته حته، لما كان عندي 3 حتت كده، في كده في كده مثلا في النقطه دي، فقلت لك والله النقطه دي واقعه بالنسبه للسي، فانا معايا البي البوزيشن بتاع النقطه اللي اسمها اي بالنسبه للسي، طب عايز اجيبها بالنسبه للبي، فتقول لي والله ان انا هعتبر ان البي والسي على نفس اللينك، يبقى حصل روتيشن، بس تضربها في الروتيشن بتاع مين اللي بين السي بالنسبه للبي، يبقى انا كده وصفت النقطه دي كانهم ايه حته واحده. بعد كده تقول لي لا ده مش حصل روتيشن بس، ده كمان السي انتقلت بعيد عن البي مسافه، فتقول لي زائد ان البي السي ذات نفسها انتقلت عن البي بمسافه، صح؟ جميل. بعد كده تروح تقول لي انا عندي النقطه دي كده متوصفه بالنسبه للبي توصيف كامل. طب انا عندي اصلا الفريم اللي انا عايز اوصفه بالنسبه لايه، فاقول له خلاص يبقى كان الايه هنا كانت موجوده في المكان ده، اضربه في الروتيشن بتاع البي بالنسبه لايه. بعد كده اقول له لا ده البي والايه بعاد عن بعض، يبقى تزود عليه مين البوزيشن بتاع الاوريجين بي بالنسبه للايه. لما تيجي تفك الموضوع ده تلاقي نفسك بتقول ايه، اول حاجه تجيب البوزيشن بتاع البي بالنسبه لايه، ده البوزيشن. بعد كده تجيب لي البوزيشن بتاع السي بالنسبه لبي مضروب في الروتيشن بتاع السي بالنسبه لبي، مش ده اللي حصل، مضروب في الروتيشن الثاني بتاع البي بالنسبه لايه، اسف، مضروب في الروتيشن بتاع البي بالنسبه لايه، بس تجيب البوزيشن بتاع السي بالنسبه لبي مضروب في الروتيشن بتاع البي بالنسبه لايه. بعد كده تجيب لي البوينت ذات نفسها تضربها لي في الروتيشن ده في الروتيشن ده، ده اللي حصل فيه لما تفك الفكه دي، كنت انا شرحتها قبل كده، فكده تبقى توصف للنقطة دي توصيف كامل. هو عمل نفس الفكرة تقريبا عشان ما نهريش كتير، ضرب لك الاكس في الزد، خلاص. طيب لما تيجي تضرب المصفوفتين دول في بعض، مصفوفتين الترانسميشن دول في بعض عشان نلخص الموضوع، هتلاقي ايه، تعال نجرب على الصف الاول في العمود الاول، ادي الصف ده في العمود ده، واحد في كوزين سيتا بكوزين، صفر في ساين بصفر، صفر في صفر بصفر، صح؟ طلع لك كام؟ كوزين سيتا. انا بضرب الروتيشن في الروتيشن، ما تنساش لما يكون عندك 4 في 4 وعايز تحلها بتضرب الروتيشن في الروتيشن، لانك حتى لو جربت تعمل دي زائد دي في الصفر اخر صف اهو هيطلع لك بصفر، صح؟ طيب تعالى الصف في الثاني في العمود الاول، صفر في كوزين بصفر، كوزين في ساين بكوزين ساين، وماينس ساين في صفر بصفر، وصفر في صفر بصفر. طيب تعالى الصف الثالث في العمود الاول، تمام، صفر في كوزين صفر، صفر في كوزين سيتا بصفر، ساين سيتا في ساين يبقى ساين تربيع او ساين، اسف، الفا اي ماينس 1 في ساين سيتا اي، ما تنساش ان القيم مختلفه، وكوزين في الصفر بصفر، وصفر في صفر بصفر، هيطلع لك ايه، ساين في ساين، ساين الفا اي ماينس 1 في ساين سيتا اي. هتكمل المصفوفه، تقعد تضربهم بقى صف في عمود صف في عمود، هيطلع لك المصفوفه دي، خلاص اتفقنا. فانت فهمت المصفوفه دي جت منين لو حب ان هو عايز يثبتها ولا حاجه، خلاص. فالمصفوفة دي في الآخر بتوصف للروتيشن بتاع الأي بتاع اللينك التاني بالنسبة للينك مين؟ الأول، وديت بتوصف للأوريجين أو المكان الوضع بتاع وهي اللينك. المصفوفة دي ينفع تيجي من سكة أصلا، من سكة يعني ضرب المصفوفين دول، ضرب المصفوفتين دول سكة غيرها أصلا، إيه؟ سكة غيرها مفيش سكة غيرها؟ لا هو كده كده، هو الدكتور قال إن أنا بديكوا المصفوفة بيديها لنا جاهزة في الامتحان. ده اللي تحت. دي هو تمام. كان قال كده، فعشان كده صعب، عشان كده عندي احساس انه صعب يجيبها كاثبات، لانه خصوصا ان هو ما اثبتهاش، هو هنا ما اثبتهاش اصلا، ده انا اللي يعني جت في دماغي اثباتها جه منين بس، مش اكتر، تمام. بس فدي سكه احنا المصفوفه شفنا دي امتحان السنة اللي فاتت ما شفناش يعني. ايه، ماشي. انا بقول لك بس انا احتياطي احتياطي قلت المعلومه اللي عندي، انا عندي عم معلومه، بلاش فكره ان انا عندي اي حاجه، انا عندي معلومه في الموضوع ده فبشرحها. السكه دي اصلا كانت سكه ان انت تبقى عارف ان ديت الروتيشن بتاع الاكس في الروتيشن بتاع الزد، وهنا كنا بنقول ان انت عشان تحسبها كانت في شابتر واحد، كنا بنجيبها في شابتر اتنين، اسف، احنا في شابتر دلوقتي، شابتر اتنين كان بيكتب لك كده، اهي بص هي دي، انك تضرب الروتيشن في البوزيشن، لما كنت بقول لك لو ما عندكش آلة حاسبة بتحل 4 في 4، فبتضرب الروتيشن في البوزيشن وبعد كده تجمع عليه البوزيشن الجديد،
فهو دي السكه دي اصلا، هو البتاع دي طلعت من كده. يعني احنا حتى لو كملنا المصفوفه دي، لو جيت تكمل الضرب، انا بس عشان اثبت لك اول ثلاثه، مش الثلاثه في ثلاثه، هتلاقي الثلاثه في ثلاثه دي بتطلع معاك، لكن ده ما بيطلع البوزيشن ده ما بيطلعش معاك عدل، ما بيطلعش معاك مظبوط يعني، تمام؟ اللي هو ان انت المفروض البوزيشن ده جاي من الصف الرابع في العمود الاول، هيطلع لك ايه؟ صفر 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 صفر، فطلعت صفر. الصف الرابع في العمود الثاني صفر صفر، بعد كده صفر صفر برضه، فطلع بصفر. الصف الرابع في العمود الثالث هتلاقي ايه؟ صفر صفر صفر. ديت المفروض ايه؟ دي واحد، واحد هيبقى بصفر برضه صفر، فطلعت دي اي اصلا، طلعت هنا اسف مش دي اي، دي يعني القيم مختلفة، هتلاقي القيم بتاعت العمود الرابع مختلفة. ليه؟ عشان دي يعتبر كأني ضربت روتيشن في روتيشن برضه، بس فيطلع لي التلاتة دول. حلو؟ لكن عشان تجيب دي لازم تعوض في دي، اللي هو ان انت تضرب الروتيشن اللي حصل ما بينهم، بين الاتنين، في في البوزيشن، وتجمع عليه البوزيشن التاني في اللي هي البوزيشن بتاع البوينت ذات نفسها، وتجمع عليه البوزيشن التاني. فدي القاعدة بتاعتها اصلا. لما خلاص؟ تفتح كده الفاينل بتاعك لازم تشوف ان الدهان ولا لا. لا هو مش مدانهم تقريبا، ما اعتقدش، هو مديهم اثباتات. دي جيفن، بص هو بيديك جيفن اهي، بص المصفوفة اللي هو هيحل بيها، حلو، لكن تمام مفيش اثبات، مفيش حاجة قال لهم اثبتها. تمام يعني خلاص المفروض بقى. طيب خلاص تمام ماشي. خلاص. طب انا بس بحاول اديك نبذة انا عن فهمت المصفوفة دي بتطلع، الحاجة دي بتطلع ازاي، تمام. عرفتها كان بقى، معرفتهاش مش فارقة. خلاص انا بقولها عشان لو جت احتياطي فاحنا عارفينها. طيب احنا كده عرفنا ان دي المصفوفة. طب المصفوفة دي هتعمل فيها ايه دلوقتي؟ هقول له ان انا عشان اجيب اللينك رقم واحد، انا عايز اخلي دي اوصف اللينك رقم اتنين بالنسبة للينك رقم واحد، يبقى انا هعوض بالاي باتنين، واعوض بالاي هنا، لما اعوض باتنين هتديني واحد، صح؟ بس ده اللي احنا محتاجين نفهمه. طب الاي لو بقت بواحد هتبقى كده بجيب واحد بالنسبة لزيرو، وهكذا هتمشي بالسكة دي. طيب ماشي اول حاجة تعالى نرجع بقى نحل المسألة اللي احنا حليناها اصلا، عرفنا المتجهات بتاعتها شغالة ازاي، خلاص؟ بس هنحلها المرة دي عشان نوصل لمين؟ للترانسفورميشن ماتريكس. طيب عشان اوصل للترانسفورميشن ماتريكس، قلنا تاني ادي اللينك، ادي الجوينت الاولى التانية التالتة، التكرار بيعلم الشطار. اتجاه الزد هنا، اتجاه الزد هنا، يبقى ديت كده اكس واحد، والعمود عليها هو الواي واحد، يبقى دي كده هي الاكس اتنين، والعمود عليها هو الواي اتنين، يبقى دي هي هتعمل جوينت زيها، تديك ان دي اكس تلاتة، والعمود عليها هو مين؟ هو الواي تلاتة. خلاص؟ جميل. بعد كده قال لك تعمل لي جدول، الجدول ده فيه ايه؟ في اول حاجة تحطها، ممكن تحطها ممكن لا، على حسب ما تحب، قيمة اي. بعد كده تبدأ تعملهم لي. طب اي دي بتعبر لي عن ايه؟ اي بتعبر لي عن جوينت اتنين تلاتة، انا عندي كام جوينت؟ اولى تانية تالتة، صح؟ جميل. لما اجي اعبر عن اي دي هحتاج كام حاجة، كام معامل؟ هحتاج اربعة، حاجة اسمها الـ AI minus one، وحاجة اسمها الـ alpha i minus one، وبعد كده الـ DI والسيتا اي. هتلاقي هو معلش في البتاع دي، او انا اللي غلطان يعني، هو بيخلي الزاوية الاول وبعد كده البعد، جاية منين؟ من الروتيشن بيحصل قبل الترانزليشن، خلاص؟ فهو بيخلي الزاوية الأول، هتلاقي في هنا بيخلي الزاوية وبعدين البعد، الزاوية وبعدين البعد، معلش يعني مش فارق. طيب أكون فاهم في دماغي إن الـ AI ماينس واحد دي بتعبر لي عن إيه؟ هقول له ده بتعبر لي عن الحركة اللي في اتجاه محور إكس، بين مين؟ بين الزدات، زد القديمة اللي هي أنا مسميها AI ماينس 1، يبقى زد أي ماينس 1 وزد أي. تعالى بقى أنا ما هعوض على الواحد، يبقى ال AI ماينس 1 دي هتبقى ال A 0، صح؟ ترجمة اللي هتساوي المسافة بين مين ومين؟ بين زد، حط هنا دي واحد ماينس واحد، هتبقى زد 0 وزد كام؟ واحد. يبقى ال AI ماينس 1 هي عبارة عن المسافة بين أول اللي هي الفريم 0، اللي هو هتبقى الإكس هنا بتاعته إكس 0، وبين واي 0، اللي هي بين الزدات، الزد بتاعت الزيرو وزد بتاعت مين؟ واحد. تطلع بكام؟ صفر. عشان ما حدش يتوه، عشان الدكتور ساعات
يعني ممكن يقولها لك كده اعتباطا وبتاع، لا احنا بنعوض واحده واحده يا عم ولا اي حاجه، مش هنجري. طيب تعالى نعوض عن الاثنين بالمره، يبقى ديت بكام؟ اتنين، يبقى اتنين ماينس واحد بواحد، وساعتها اي اي ماينس واحد بين زد اي ماينس واحد وزد اي، يبقى ديت بواحد وديت باتنين، صح؟ جميل. المسافة بين زد واحد اللي هي هنا اهي، ده الزد واحد صح، وبين زد اتنين في اتجاه مين؟ الاكس. المسافة بينهم كام؟ ال واحد. انا بس عشان الجدول المتغير فديت ال واحد، انا كنت عايز اثبتها لك ان هي ال واحد، انت قلت ال واحد فكنت عايز انزل اجيبها لك بس. طيب المسافة بين زد اتنين وزد تلاتة في اتجاه مين؟ اكس. لما تعوض بالتلاتة هتديك ان ديت ايه اتنين بتساوي زد ماينس وان، هتبقى بكام؟ زد اي ماينس وان، تلاتة ماينس واحد باتنين، زد اتنين و زد تلاتة خلاص في اتجاه الاكس، يبقى دي زد اتنين وزد تلاتة اتجاه الاكس هتديني ان ديت كام؟ ال اتنين. الاثنين تمام. تمام. الفا اي ماينس وان هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نفس الكلام ده بس الزوايا، يبقى دي عبارة عن الزاوية بين زد زيرو وزد واحد، أصلا الاتنين مالهم؟ منطبقين على بعض، يبقى زيرو. طب الزاوية بين زد ديت كده اتنين، يبقى احنا بين زد واحد وزد اتنين بكام؟ هتلاقي ان الزاوية دي الزد خارج الصفحة، الزد خارج الصفحة، فبرضه مالهم؟ متوازيين، فبصفر. الزاوية بين زد اتنين وزد تلاتة هتلاقي ان مالها؟ برضه متوازيين، الزد دي خارج الصفحة ودي خارج الصفحة أصلا، فمتوازيين فبصفر. فاهم متوازيين منين ولا إيه؟ تمام. شكلهم اللي خارج الصفحة بصبعك لما تيجي تعمله هتلاقي الاتجاه بتاع محور زد ذات نفسه خارج الصفحة كله، ودي خارج الصفحة فمتوازيين. طيب الدي أي كانت عبارة عن إيه؟ أقول له الدي أي كانت عبارة عن مسافة في الزد. أه تمام. وكانت عبارة عن المسافة بين محور إكس، ما إحنا قلنا طالما إحنا ما عندناش غير إكس وزد يبقى هي المسافة في الزد الدي أي. وكانت عبارة عن مسافة من محور اكس برضه الاي ماينس 1 ومين؟ واكس اي، بس المرة دي حوالين زد مين؟ زد الجديدة، لأن زد الجديدة هي اللي كانت بتحدد. فلما أكون عايز أجيب أول حاجة الدي وأشيلها وأحط واحد، يبقى بتعبر لي عن الديستانس واحد، يبقى هي المسافة بين اكس 0 واكس 1 حوالين مين؟ الزد 1. يبقى فين اكس 0؟ أدي اكس 0. فين اكس واحد؟ ادي اكس واحد. فين الزاويه اللي بينهم حوالين الزد واحد؟ هي مين؟ احنا عايزين مسافه اصلا، معلش. فين المسافه اللي بينهم الاول؟ فين المسافه؟ صفر. ليه؟ لان هما الاثنين متقاطعين اصلا. طيب تعالى بقى المسافه بين، عايزين نعوض بدي اتنين، يبقى ديت اكس واحد واكس اتنين حوالين مين؟ زد اتنين. احفظها، المسافه بين اكس القديمه واكس الجديده حوالين زد الجديده. طب والناحية التانية بتاعت الايهات والالفا، يبقى المسافة بين زد القديمة وزد الجديدة حوالين مين؟ اكس القديمة. تمام؟ تمام. ايا كان عايز تعملها زي ما انا بعملها، تمام، عايز تحفظ، المهم ان انت تطلع لي الجدول ده صح، عشان الجدول ده برضو لو طلعته غلط المسألة كلها بتتخصم لي، هتتحاسب على الاتجاهات والمسألة كلها صفر. الاتجاهات لو انت عملتها غلط يبقى الاتجاهات صفر وديت صفر، الدكتور مش هيعتبر ان دي صح، يبقى انت لازم تطلع الاتجاهات صح عشان تعمل الاتجاهات، يبقى كده خدت درجة الاتجاهات على الأقل. طب أي عملت حل صحيح مبني على حل خطأ لا يعتد به. لا اعتد بيه، تمام. تمام. فبس طيب تعالى بقى ايه الدي 2، قلنا الدي 2 عبارة عن مسافة بين اكس 1 واكس 2 في اتجاه مين؟ زد 2. فين اكس 1؟ اهي. فين اكس 2؟ اهي. هي مش دي المسافة، مش دي اكس 2، اه دي اكس 2 اهي. المسافة بين اكس 1 و اكس 2 في اتجاه مين؟ الزد 2 اللي هو هنا. طيب هتلاقي ان اكس 1 واكس 2 مالهم؟ طيب لو مديتهم كده هيتقطعوا فتبقى زيرو. طيب الاخيره المسافه بين اكس 2 واكس 3 في اتجاه زد 3 هتلاقيهم برضو مالهم؟ بيتقطعوا صفر. طيب السيتا اللي عندي، ما اقولش ماشي ساعتك ان شاء الله انت تقولها. المهم السيتا اللي عندي سيتا اي هي المسافه بين، اول حاجه هي الزاويه، اسف، هي الزاويه بين اكس 0 واكس 1. الزاويه بين اكس 0 واكس 1 بكام؟ سيتا 1. ادي اكس 0 وادي اكس 1 في اتجاه زد رقم 1 هتلاقي حاططهم الدوران ايه؟ سيتا كم 1 رقم هو مميزهم مثلا سيتا يعني سيتا واحد وسيتا سيتا 2 اثنين سيتا ثلاثة وسيتا 3. حاضر، انا غلطان لك يعني.
عشان مش شرط كل مرة تتبصمك يعني، يعني هي وظيفة. طيب فايه طلع ده الجدول، فلازم تطلع له الجدول ده. طيب يا عم انا استفدت ايه بقى بالجدول برضو؟ ما انا محتاج اقعد في ترانسفورميشن ماتريكس، قلت لك قبل كده انا عايز اجيب البوينت دي بالنسبه للاند افكتور ده في الاخر، الهدف من السؤال ان انت تجيب، هو حتى بيطلب منك، هو بيقول لك هات 3 تي 3 بالنسبه لزيرو والتي بي بالنسبه لزيرو. فمن الاخر ماشي. عشان تجيب تي بي بالنسبه لزيرو انت اصلا لازم تجيب تي 3 بالنسبه لزيرو. ليه؟ لان التي بي بالنسبه لزيرو ده عباره عن ايه؟ عباره عن البوينت اللي عندي صح؟ بالنسبه لمين؟ ل 3 مضروبه في التي، البوينت اللي هو حاططها دي بالنسبه محطوطه في الفريم 3 مضروبه في التي 3 الفريم 3 بالنسبه ل 2 مضروبه في التي 2 بالنسبه ل 1 مضروبه في التي 1 بالنسبه ل 0. يبقى انا كده جبت ايه؟ تي بي 0. طيب عشان اجيب بقى التي عشان التي 3 0 دي عباره عن ايه؟ عباره عن الحبه دول الثلاثه ترانسفورميشن دول بس. خلاص جميل، تعالى كده نجيب ازاي 3 تي 3 بالنسبه ل 0. اول حاجه انا عايز كام؟ تي 1 بالنسبه ل 0. تعالى بص هنا كده، الاي دي هتحط ب 1 يبقى ديت 0، او ممكن تجيبهم بالعكس، تجيب تي 3 بالنسبه ل 2 الاول يبقى ديت 3 وديت 2. خلاص جميل. يبقى انت هتعوض بكوزاين سيتا اي، سيتا اي دي هتبقى ب 3 ولا ب 2؟ 3 مظبوط. تمام، اللي هي الزاويه بتاعت، بما ان دي كانت 3 يبقى دي 3، هو مظبطهم على الاساس ده. عايز تقول لا ده انا والله محصور بين التلاتة واتنين، فهي هي اصلا الزاوية ايه؟ السيتا، معلش، بين تلاتة واتنين اللي هي دي الزاوية دي كده. عايز تقولها كده ماشي، عايز تقول لا ده انا عارف ان ديت هاخد الرقم اللي تحت فتبقى دي سيتا تلاتة ساين سيتا تلاتة والى اخره، ودي الترانسفورميشن ماتريكس اللي عندي. خلاص جميل. وساعتها ايه؟ الاي اي ماينس واحد دي بكام؟ هقول له والله التلاتة ماينس واحد باتنين يبقى دي اتنين، يبقى بيحط ايه؟ اتنين. اتنين كانت بكام؟ ايه؟ اي ماينس واحد اللي هي هتبقى برضه هنا لازم تحط تلاتة، ما هي اي ماينس واحد هنا هي اللي فوق، تحط لي هنا تلاتة، يبقى انا عايز اللي عندي التلاتة يبقى ال اتنين. خلاص، او تكون عارف ان دي بتعبر لي عن ايه زيرو، ودي بتعبر لي عن ايه واحد، ودي بتعبر لي عن ايه اتنين، دي بتعبر لي عن الفا زيرو، ودي الفا واحد، ودي الفا اتنين. لكن هنا دي بتعبر لي عن دي واحد، دي اتنين، دي تلاتة، ودي سيتا واحد سيتا اتنين سيتا تلاتة. خلاص جميل. طيب تعالى بقى هتيجي ترص المصفوفة زي المصفوفة دي، تشيل سيتا اي تحط كام؟ سيتا قلنا تلاتة، تشيل كوزاين الفا اي ماينس واحد، لا لما تيجي تحط تلاتة ماينس واحد الفا اتنين، فين الفا اتنين هنا من الجدول عشان ما نتعبش نفسنا، اخر واحد، يبقى كوزاين الصفر، كوزاين الصفر بكام؟ بواحد، في ساين سيتا تلاتة. جميل؟ الكلام ده فيه مشكلة؟ حاسس إن أنت تايه ولا إيه؟ لا تمام. تمام، وهنا ماينس سيتا أي، سيتا تلاتة، يبقى فين سيتا تلاتة؟ أهي، بسيتا تلاتة زي ما هي، سيتا تلاتة زي ما هي. طيب، كوزين سيتا ألفا اتنين، ما قلنا ألفا اتنين بزيرو، ألفا اتنين هي آخر واحدة بزيرو، إحنا قلنا ألفا زيرو، ألفا واحد، ألفا اتنين، يبقى ديت بزيرو، يبقى ديت بواحد، وفي كوزين سيتا تلاتة. وهنا ساين الفا 2، طالما ساين صفر يبقى بصفر، ده كله بصفر وده كله بصفر، وكوزاين دي هتبقى بواحد صح، لان هنا برضو ساين الفا ماينس 1 ساين، فاهمني؟ الفا ماينس 1 اللي هي بزيرو، وهنا ماينس ساين الفا ماينس 1 بزيرو برضو. خلاص جميل، هتلاقي المصفوفة عندك، وطبعا دي ساين الفا ماينس 1 ودي كوزاين الفا ماينس 1، فكوزاين الفا ماينس 1 بكام؟ بواحد في الدي اي، والـ AI ماينس 1 زي ما هي. هتلاقي المصفوفة عندك اللي اتكونت عبارة عن، طبعا هو أصلا الـ DI ذات نفسها اللي هي الـ D3 هتلاقيها بكام؟ بصفر، عشان كده حط المصفوفة في الآخر دي صفر، هتلاقي المصفوفة اتكونت بالشكل ده. الكلام ده فيه مشكلة؟ نعم. تمام، فهمت ازاي هتكون مصفوفة؟ هتروح كاتب له المصفوفة الأولى تي 3 2. طيب بعدين أنا عايز تي و 2 1، فتي 2 1 هتعوض بمين؟ بالاتنينات، إن ديت تبقى سيتا 2، ان دي تبقى سيتا 2، وديت لما تعوض ب 2 تديني الفا 1، وتكون عارف مكان الفا 1 فين في الجدول، وديت سيتا 2 سيتا 2 الفا 1 الفا 1
سيتا اتنين، سيتا اتنين، ألفا واحد، سيتا اتنين، طبعا ألفا واحد، ألفا واحد، نفس الكلام هنا ديت، واحد واحد وإلى آخره. طيب ألفا واحد بكام؟ عشان نخلص، ألفا واحد بصفر صح؟ تعالى بقى، يبقى مظبوط. الساين ألفا واحد، ساين ألفا واحد ده اديني إن ده صفر، ساين ألفا واحد ده اديني إن ده صفر، كوزاين ألفا واحد اديني إن ده بواحد، ساين ألفا واحد اديني إن ده زيرو. كوزاين دي هتبقى بواحد وكوزاين ده هتبقى بواحد، هيتبقى لي كوزاين سيتا اتنين، ساين سيتا اتنين، ساين سيتا اتنين، كوزاين سيتا اتنين، صفر صفر واحد صفر صفر. طيب تعالى على الناحية دي، ساين ألفا واحد اللي هي بصفر، ساين صفر بإيه؟ بزيرو. كوزاين الصفر دي هتديني واحد. الدي اي بكام اصلا؟ هتبقى الدي تلاتة صح؟ فالدي تلاتة بكام؟ بصفر برضه، فبقت صفر زي ما هي، ما اتغيرناش حاجة، ودي ثابتة خلاص. فتلاقي المصفوفة اللي عندك بتاعت تي اتنين واحد، سيتا ماينس ساين كوزاين ساين، ال واحد بس اللي موجود، عشان ال واحد مالها اللي هي عبارة عن اي اي ماينس وان، اللي هي هتبقى اي اتنين صح؟ اي تلاتة ماينس واحد اتنين، فاي اتنين بكام؟ اتنين هي القيمة دي، هي اسف اتنين ماينس واحد بواحد، دي ايه اتنين ماينس واحد بواحد، اتنين ماينس واحد بواحد، هديك ال واحد اللي هي دي، ايه واحد بال واحد خلاص. تكون عارف ايه زيرو، ايه واحد، ايه واحد، ايه اتنين، ايه زيرو، ايه الفا زيرو، الفا واحد، الفا اتنين، لكن هنا بتبدأ الترقيم عادي. فطلع لي التي اتنين واحد، التي واحد زيرو هتعوض لي بالواحد والصفر، فيديك ان دي واحد واحد واحد، نفس الكلام دي ساين دي هتبقى ساين واحد، بس الكلام ده كله نفس اللي هيطير هيطير تاني، نفس الارقام اللي بتطير هتدنيها تطير يعني مش هتتغير. فهتبقى لك كوزاين سيتا واحد ماينس ساين سيتا واحد، ساين سيتا واحد، كوزاين سيتا واحد، ديت اي اي ماينس واحد، لما تعوض بالواحد اديك الاي زيرو، الاي زيرو اللي هو مين؟ بصفر اصلا، فهيطلع لك دي بصفر، ديت لما تعوض بدي هتطلع برضو صفر، هتطلع دي صفر برضو. خلاص يبقى خلصنا كده، عشان ايه؟ طلعت دي بالمصفوفة دي المرة دي طلعت بصفار وحايد على عكس كل مصفوفة. الكلام ده فيه مشكلة؟ هو بيديك المصفوفة وانت بتشتغل عليها. الدكتور قال لك تسهيلا في الامتحان هيعمل ايه؟ هيديك الارقام دي مالها؟ هيديك السيتا معطى، يعني هتبقى السيتا جيفن، فتروح لو انت معاك آلة حاسبة 4 في 4 هتروح ضارب له التي واحد زيرو في التي اتنين واحد في التي تلاتة اتنين. طب معكش على حاسبة 4 في 4 هتروح ماسك له المصفوفة دي تضربها في المصفوفة دي ازاي؟ صف في عمود، صف في عمود، صف في عمود، حوار بقى تمام. نعم، وبرضه هحاول اجرب كده اتاكد ان هل دي وصلنا في الاخر للشكل بتاع الروتيشن والبوزيشن، عشان لو الشكل بتاع الروتيشن والبوزيشن تطبقوا القانون ده ريح لكم، هيبقى عشان ينفع يتطبق على الحاسبة، يعني الفكرة هيبقى اسهل تتطبق على الحاسبة، اللي هو هتبقى عندك مصفوفات روتيشن بتضرب في مصفوفات 3 في 3 بتضرب في 3 في 3، فاهمني؟ فهتأكد برضو في مرة وانا بحل كده اشوف هل بتطلع ايه، ولا اجرب زاوية كده اشوف هل بتطلع ايه ولا لا. تمام، طيب ده كده السؤال الاول، يبقى مجرد ما ترص له تضرب له الثلاث مصفوفات دول في بعض وتروح ضاربهم بالنسبة للبوزيشن بتاع اخر موضع خالص، يبقى انت كده ايه؟ وصلت للتي بي بالنسبة للزيرو. طيب التاني بيقول لك ادي تي 3 0 والبي 0 اهي، حاطط لك البي، البي الوضع بتاع البوزيشن بالنسبة للزيرو هي عبارة عن اكس بي واي بي زد بي، اللي هي ايه الحوار ده؟ اللي هو موضعها اصلا بالنسبة لمين؟ ل اللهم صل على كان النور، للتلاتة، الفريم 3، موضعها بالنسبة للفريم 3 عبارة عن اكس، هي بتتحرك في الفريم 3 اكس واي زد. طيب قال لك في الزد هل هي هتحرك اي حركه في الزد؟ في النقطه دي هل هتحرك اي حركه في الزد؟ الجسم ده كله في الاكس واي اصلا، فما بتحركش في الزد، فبقى البوينت دي بصفر في الزد. خلاص هي فين؟ البوينت دي بصفر في الزد في اتجاه محور زد اهو. طب اتجاه محور اكس؟ قال لك بص هتلاقي بتميل انت كده، البوينت دي هتميل ب اكس كوزاين الزاوية، هي فين الزاوية اللي كانت عليها؟ كانت على زاوية سيتا تلاتة، فتبقى اكس كوزاين واكس ساين عشان تمشي مع الفريم ده، او بالظبط يعني بص ادي البوينت اهي، والفريم كان اتجاهه كده صح، والعمودي عليه جميل.
تمام. البوينت دي بالنسبة للنقطة دي بكام؟ بقل 3. هي فين؟ هو كاتب كلام كتير اوي غلط. كوزاين سيتا 1 زائد سيتا 2 زائد سيتا 3 في ال 3 زائد ال 3 ال 2 كوزاين سيتا 1 زائد سيتا 2 زائد ال 1 كوزاين سيتا 1. هو بيوصفها بالنسبة للزيرو. هو راح يوصف البوينت بالنسبة للزيرو، معلش مش لتلاتة. طبعا هي بالنسبة لتلاتة تمام. ببساطة، بالنسبة لتلاتة معلش اهي، ادي اللي انا عايز اجيبها. انا مش عارف عمال ادي التلاتة اهي، دي البي تلاتة، ديت البي تلاتة، البي تلاتة اللي هي ان انا بوصف البوينت بتاعتي بالنسبة لتلاتة مش بالنسبة لزيرو، تمام؟ فالبي تلاتة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال تلاتة انها اتحركت حركة. بص ادي محور اكس، ده محور اكس اهو، ادي محور اكس اهو، ده كان مش دي كانت اكس 3؟ النقطة دي على بعد كام من نقطة الاوريجين بتاعت اكس 3؟ ب 3. طب وفي الواي؟ وفي الواي؟ في الواي دي بكام؟ بصفر، ما اتحركتش حاجة في الواي، هي اتحركت بس في اكس، المسافة بتاعت ال 3. فبقت قال لك ان البوينت بتاعتي بالنسبة ل 3 عبارة عن ال 3 و0 و0. لما تضرب لي بقى النقطة دي، تفتح لي كده ماتريكس كده، طبعا دي ترانزفيرز معناها ايه؟ ان دي ال 3 و0 وزيرو. طبعا لما تفتح لي ماتريكس وتحط هنا واحد حفظ الخانه وتضرب لي دي 4 في 4 مصفوفه اللي طلعت 3 3 تي 3 0، تضربها لي في البي 3 اللي هي عباره عن كام؟ 4 في 1، هيطلع لك مصفوفه 4 في 1 عباره عن مين؟ عباره عن القيمه دي اللي هي اكس بي واي بي زد بي بالنسبه لمحور مين؟ زيرو. بالنسبه لمحور مين؟ زيرو. طبعا هنا كان في واحد بس هو شاله، ليه؟ عشان الواحد ده بيبقى حفظ خانه مش اكتر. فانت الكلام اللي طلع هنا ده طلع منين؟ طلع من ان احنا ضربنا المصفوفه دي كلها. تعال نجرب نضربها كده، ادي الصف الاول في العمود الاول، دي في دي طلعت لي ايه؟ ال 3 كوزين سيتا 1 زائد سيتا 2 زائد سيتا 3، ده اللي حصل، ال 3 كوزين الزاويه دي. طيب ناقص في الصفر خلصت، وديت صفر في القيمه دي بصفر، ودي في واحد، بص زائد ال 2 كوزين سيتا 1 زائد سيتا 2 زائد ال 1 كوزين سيتا 1. بعد كده الصف الثاني في العمود الاول هيطلع لك ال 3 ساين سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3، زائد هتوصل لان دي القيمه دي كده هتتضرب في 1 تبقى زائد ال 2 ساين سيتا 1 سيتا 2 زائد ال 1 ساين سيتا 1. بعد كده لما تيجي تضرب دي في دي هتطلع لك بصفر، والاخيره هتطلع لك بواحد، هتضرب دي في دي صفر 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 واحد، بنشيل الواحد في الاخر عشان ده كان حفظ خانه مش اكتر، تمام؟ اوكي هو بيقول لك انذر سوليوشن، طريقة حل تانية هو عايز يشرحها لك، ان انت تجيب لي بي 2. بي 2 دي عبارة عن ايه؟ عن توصيف البوينت دي بالنسبة للفريم 2. طب دي التوصيف ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن توصيفها بالنسبة لفريم 3 في الترانزليشن اللي بين 2 لحد مين؟ اللي بين 3 لحد 2، اللي هو الترانسميشن مش الترانزليشن، اسف. جاب بي 2، يعني البوينت اللي عندي بالنسبة اتنين وقعها عامل ازاي، وبعد كده جاب بي واحد. بيقول لك تاني بي اتنين عبارة عن ترانسميشن بين اتنين وتلاتة، تضربها لي في البوينت ذات نفسها. البي واحد عبارة عن ترانسميشن بين اتنين واحد، تضربها لي في البوينت نفسها. الحوار ده هيفيد في ايه؟ يعني ايه الميزة في الموضوع ده؟ ان انا بص يا ريس، انا كده كده هجيب تي تلاتة اتنين وتي اتنين واحد وتي واحد زيرو، صح؟ مش كده كده هجيبهم اجباري؟ مظبوط. هجيبهم وهيبقوا مصفوفات 4 في 4. فلما تضرب لي دي اللي هتبقى 4 في 1 ساعتها، ما انا هحط الواحد الخانه الاخيره حفظ الخانه، هتضرب 4 في 4 في 4 في 1 هتطلع لك على طول قيمه كام؟ 4 في 1 دي 4 في 4 اسف، 4 في 4 في 4 في 1 هتطلع لك بي 2 اللي هي هتبقى كام؟ 4 في 1. التعامل بتاع عينك معاها هيبقى اريح، لانك هتروح تضرب القيمه دي اللي طلعت، تروح تضرب لي دي في ايه؟ في المصفوفه دي، وبعد كده هتطلع لك قيمه ثالثه اللي هي دي، تضربها لي في مين؟ في المصفوفة دي، آخر مصفوفة خالص عندك اللي هي دي. بعد ما تضرب دي في دي هيطلع لك إيه؟ نفس الأرقام دي هي هي. الفكرة هو عايز يريح لك عينيك من التعامل بس، مش أكتر. بيقول لك الروتيشن بتاع التلاتة بالنسبة لزيرو هو مين؟ هو آخر حاجة وصلها اللي هي دي. إحنا بنقول الترانسميشن دي بتتقسم حاجتين. واحد اتنين، آدي الصف ده، 3 صفوف. فدي بتبقى الروتيشن 3 بالنسبة لزيرو، ودي اتنين
الترانسميشن، ودي الترانزليشن اللي هي البي. فيقول لك البي 3 اوريجين، وموضع النقطة 3 اوريجين، دي 3 اوريجين، 3 اوريجين يعني النقطة دي كده. هو بيتكلم عن موضع النقطة دي بالنسبة لدي، موضع النقطة 3 اوريجين بالنسبة للزيرو هو الجزء الثاني من المصفوفة اللي عندي. الكلام ده كله شارحينه قبل كده في الشابتر الاول، بس بنوصفه عشان بنخدمه على اللي احنا عايزين نوصله. الكلام ده فيه مشكلة؟ عشان كده مهم تمام. جدا تفهم شابتر واحد، يعني مش هينفع كل شابتر واحد تاني هنا، او شابتر اتنين مش شابتر واحد، ده شابتر تلاتة في شابتر اتنين، يعني شابتر واحد كان نظري. كفاية كده المسألة دي النهاردة خلاص، وهنكمل نحل بعدين، نكمل مسائل لان فيها افكار تانية لسه اصلا، يعني بعيدا عن الافكار بتاعت الار، في افكار تحت بتاعت الروبوتكس دي، الانواع دي من الروبوتكس دي، واللي تحتها طبعا اللي عندها 2 ديجري اوف فريدم. هو تقريبا جاب مثلا نفس الفاينل قبل كده، ايه دي اللي هي مثلا نفس فاينل، الفاينل قبل كده. دي جت في الفاينل قبل كده، بقول لك دي يعتبر هي الفاينل اصلا، لسبب لان دي 2 ديجري اوف فريدم. هو في المساله دي بيشرح لك ان الجوينت دي 2 ديجري اوف فريدم. عرفتها منين؟ ان عندي زاويتين دوران، نفس اللي انت عرفتها هنا، انك عندك زاويتين دوران، انا ما خدتش بالي بس احنا بنحل عشان كانت لسه اول مره ابص عليها بس. فالله شفت المستعان، المسألة دي قبل كده شفت مسألة ايه اللي فاتت اللي تحت اللي في لكم دي الفاينل كمان؟ يعني؟ ما احنا شفناها في هي كانت المسألة اللي قبلها كان هو بيشرحها. فاحنا خلينا ايه، احنا الشابتر ده خلينا المرة دي قد ان احنا فهمنا ازاي تتعامل وازاي تطلع الترانسميشن ماتريكس، وازاي تعمل المتجهات بتاعتك بتاعت اكس وواي وكل الليلة دي كلها. والمرة الجاية نكمل حل مسائل، بس هخش احل مسائل على طول دايركت، مش هشرح ولا كلمة ولا اي حاجة، يعني مش هراجع على على اي مرة حاجة تكلم بإذن الله، اعملها ما تخافش. فالله المستعان.